ان شاء الله كابتن. وهو زي ما الباشمهندس قال، هو الناس قلقانه، والناس الفتره اللي فاتت الشوشره اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت، حتى المشاكل اللي من عندنا احنا. اصل في نقطه مهمه كابتن هاني، احنا لازم نبقى صراحه مع الناس. برافو عليك. عشان الناس تبقى يعني في مصداقيه، في مصداقيه. هو اكيد في لما بيحصل حاجه، اكيد ما هو الناس كلها عارفه لما يحصل مشكله او بيحصل حاجه، في يعني بيبقى الموضوع واضح بشكل كبير، والنادي الاهلي دايما واضح في تعاملاته حتى لو حصل مشكله او حصل اي حاجه. فاحنا النادي الاهلي دايما يعني يعني دايما احنا بنقول ايه، نار النادي الاهلي ولا جنه اي مكان تاني. احنا كلعيبه نار النادي الاهلي ولا جنه ولا اي مكان جنة تاني. اي مكان تاني مهما حصل النادي الاهلي فارق عن اي مكان تاني، فارق بشكل واضح على كل المستويات. فدي حاجه واضحه. لكن لما يكون عندي مشكله، طبيعي اي مكان في العالم فيه مشاكل، اي نادي في العالم فيه مشاكل، واي نادي في العالم بيتعرض لبعض المناوشات. المانيا حصلت هناك، المانيا في ناس بتتخانق حتى في اوض اللبس هناك في اوروبا، بيبقى خناق بس الامور على طول انزل شغلك خلاص. بس انت انا كلاعب قديم او كلاعب موجود في الفرقه كبير، انت ليك دور ان انت تقوم بيه، وان انت لو في اي مشكله او اي من عنصر من عناصر اللي عندك، ان انت بتحاول تبعد، ان انت بتحاول زي ما بيقولوا ايه، ان انت بتحاول ما فيش مشكله ما بتتداراش، بس المشكله بتتعالج. مزبوط. وطول عمرنا في النادي الاهلي ممكن يحصل حاجات كتير، لكن عمرنا ما حد عرف عننا حاجه، ودايما بنقفل على بعض، ودايما لعيبه الكوره في بينهم شد وجذب وفي 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 وفي. لكن الاهم من كل ده ان انت تبقى عارف حدودك كويس، وعارف انت بتلعب فين. مزبوط. وعارف اسم المكان اللي انت بتلعب فيه. النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني. وزي ما قلت لحضرتك في الاول، النادي الاهلي الثوابت والقواعد بتاعته معروفه للكبير والصغير، ولا حد زي ما انا قلت لك في الاول له فضل على النادي، ولا حد يعني جامل النادي حاجه. اللي انت بتديه ايراد بتاخده 24 كاسم وككيان وكموهبه، ومجرد ما بتلبس تيشيرت النادي الاهلي الدنيا حياتك كلها بتختلف. صح. وبتتغير حتى على مستوى دعم الجمهور. حياتك كلها بتتغير. انا وانت قاعدين هنا ليه؟ عشان انا هاني رمزي قاعد النادي الاهلي. يعني انا موجود دلوقتي ليه؟ علشان انا واحد اللي اتربى في النادي الاهلي. فانت كلاعب لازم تبقى عارف مسؤولياتك، قادر تتحمل المسؤوليات دي في المكان الكبير ده، اتحمل. مش قادر خلاص، زي ما انا قلت لحضرتك، مش قادر تبقى انت بتقول، لان انت في الاول في الاخر انت بتاثر على فرقه وبتاثر على منظومه وبتاثر. لكن انتوا قادرين، انتوا انا متاكد ان انتوا قادرين على دوت. انا بتكلم ان انتوا فعلا، وخلي بالك طالما السكه كده هتلاقي ايا كان بيخرج عن النص بتلاقي غصب عنه دخل الصف. في حاجات بتبقى زي بيقول لك في ويفز كده، موجه جايه، والموجه جايه دي ايجابيه، وبنتكلم كلنا في الايجاب. حتى اللي عنده مشكله او حاسس ده بيتاخد في الموجه الايجابيه، غصب عنه بيخش في الصف. يعني انت هي زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هاني، اهم حاجه المجموعه ككل عامله ازاي. بالزبط. انت عندك لعيبه من احسن لعيبه في مصر موجودين في فرقه النادي الاهلي، لعيبه كلها في كل الاماكن، افضل لعيبه في مصر. النقطه الثانيه، لعيبه كلها على مستوى السلوك والاخلاق طبعا، يعني اللعيبه كلها على مستوى الاحترام وعلى مستوى كل حاجه. احنا دلوقتي في كباتن للفرقه موجودين، وفي نفس الوقت في لعيبه كبيره زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، الناس دي موجوده في الفرقه مع الشناوي، مع ايمن اشرف، مع علي معلول، مع السولية، مع رامي، مع محمد هاني، مع حمدي فتحي، كل المجموعه اللي موجوده باللعيبه الاجانب. فاللعيبه كلها لا، عندك نماذج محترمه جدا، وعندك طبعا شخصيات رجاله جدا، وعندهم قدر كبير من تحمل المسؤوليه، وعندهم قدر كبير من الاصرار ان كل واحد عايز يعمل حاجه لنفسه. لان احنا بنتكلم الفتره اللي فاتت، خلي بالك يعني محدش كسب بطوله افريقيا من المجموعه اللي موجوده الا وليد سليمان وفتحي وسعد سمير ورامي ربيعه، فاربع لعيبه بس. فده حافز ودافع ان ما ينفعش يبقى في اثنين او ثلاث لعيبه هم اللي كسبوا بطوله افريقيا على المستوى على اسم النادي. فده الهدف بتاعنا. فاحنا اللي سايد بينا كلاعيبه الاحترام والحب، وده يعني انا واحد بقالي كتير في النادي، وده واضح وملموس. لعمر حد احتك بلعيب او حصل اي حاجه، ولو في مشكله بتحصل بنقعد نهزر مع بعض في التمرين وبيحصل وي 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 وي، فده اللي سايد بينا. فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى ان شاء الله نركز اكتر، ونحاول ان احنا هدفنا نصر عليه اكتر ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه ان شاء الله. رساله مهمه جدا من كابتن الفريق اللي ان شاء الله يعود قريب جدا جدا، ويسعد جمهور النادي الاهلي اللي هو الحقيقه شايل يعني همه على كتفه الحقيقه.